Voilà. Qui a quelque chose? واش الاخوان الدراري المولوعين الدريات المولوعين، الله يسهل عليكم كاملين ومرحبا بكم في فيديو جديد مع مالك الطائره الحر. اليوم شفناه الخلا من بعد شهرين ديال غيار الريش، كيف ما كتشوفوا هنايا هو راه شونجا جميع، يعني شونجا كاع الريش ديالو، والدليل هو الصباغه اللي كان مسبوغ بها. احنا غادي نديرو فيديو على غيار الريش والفوائد ديالو. بقاو معانا من بعد شهرين، اول مره من بعد شهرين غنديروا لي الطائره الحر وغنخرجوا وغنشوفوا البلان كيفاش داير. نتوكل على الله ونشوفوا فين غيمشي، واش غيتسركل، واش غيطير، واش غيرجع، واش غيهجروا لينا. اون فافوار باش ندير السوالف ديال الطلبه. المهم احنا غنشوفوا الطير ديالنا دابا، اجي بقى حدايا بقى حدايا، شوفوا الطير ديالنا دابا كيفاش غتكون ردة الفعل ديالو. احنا غاديين بيه، غادي نطلعوه للخلا ونشوفوا البلان كيفاش داير. تقدر في اي لحظة يتخلع، ولكن احنا غنشوف. يبقى الصديق والصديق صراحة من بعد شهرين، يعني لا حريش ديالو كامل الاخوان، على ما نطلعوا لفوق نعاود لكم كيفاش البلان اللي وقع. انا دابا الطير بدل الريش ديالو كامل، يعني لا حريش ديالو كامل، وغنهضروا علاش شنو خصك دير في فتره غيار الريش. غادي نديروا على فيديو بوحده، ولكن حنا الطياره الحر او لما يسميوها الخليجيين هدد خارجي، هدد خارجي. احنا غادي نطالعين دابا باش نطلقوا يسرح حسني وحاشو. ما سهلاش من بعد شهرين، يعني كل شيء غيقول باللي راه نسى، ولكن هو راه ما كانش كيقدر يطير. هادشي كامل كان هنايا احمر، كنتو كتشوفوه هنا هذا احمر، ولكن دابا ما بقاش احمر، ولا كلشي رجع للون الطبيعي. بقاو شي جوج ريشات تقريبا ولا ثلاثه هما اللي بقاو، هما اللي بقاو، وكلشي بدلو. التاج هو كان مطاشي شويه بالاحمر، وهذاك كان دواء، هذاك داويت ليه كانت غتبدا ليه سوسه ديال الريش وكيحك بزاف وداويشو صافي. ودابا ولا بخير، ومنها عرفنا وتاكدنا باللي الطائر ملي كيبغي يبدل الريش كيبدل كل شيء، كيلوح الريش كامل. ونشوفوا البلان، هو هذا هو اللي كنطلقوه من السرج. نحاول نمشيو شي بلاصه موقره تما ما كيدوزوش منها الناس. مهم دابا حنا بحال غنرجعوا معاه ك فكروا باللي هو ملك الطائره الحر. تحية للموالي في المغرب كامل، تحية للناس. ها حنا غاديين كنشوفو البلان. الله الله، إلا كنت كنضرب شمالة وجيت جبنا الصفارة. ترى كيف كتشوفها، أنا غنحطو شويه في الارض. هيا وقفي تما باش ما نشوفو النتيجه كيفاش غتكون. هابلا فوالا 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 فوالا، ديما ديما كتشوفو بدا كيطير شويه، بدا كيتحرك شويه، بدا كيتحرك شويه. احنا غنشوفو دابا البلان. المهم ها هو دابا، دابا جربناه يعني في اول تجربه بعد شهرين. غنحاولو ندورو لكم كاميرا. يلا وين او تيبقى الصراحة. الصراحة انا في الاول كان عندي واحد 3% ديال التخوف، ولكن دابا الحمد لله الصراحة اطمئنيت شوية. تيبقى مالك الطاهرة الحر بالرجولة الدراري، باش غنبداو مع دابا التحديات الخطر اللي هو الشرجم.
ونعاود نرجعوا معاه الشرجم ونعاود نرجعوا معاه السميشو للسطح ونعاود نرجعوا معاه الوصل موبلاش. ولكن دابا غيولي عنده ضغط ديال التدريبات. دابا الطير باقي مخوف شحال ما خرج الزنقه يعني شهرين وهو في القفص ماشي تحركش جالس تما ماشي تحركش الطير. اوكي الطير ماشي تحركش اذا لقى شويه ديال المشاكل لقى شويه ديال الخوف خاصو يرجع ازيرو خاصو يرجع الطير يتريني واحد شويه خاصني ندير ليه نبقى نعاود ثاني نولف الصفاره في الدار لمده واحد المده عاوتاني باش يعاود يرجع داكشي في الدماغ ديالو باش الطير يرتاح ليا فهمتيني ويبقى ونبقى نخرجو معايا باش ما يبقاش يتخلع من الصداع ديال الطوموبيلات باش ما يبقاش يتخلع من الصداع ديال الناس ما يبقاش يتخلع من الشرجام او الضوء او كذا. يعني دابا غترجع معاود ثاني بحال غنديرو نفس التدريب اللي بدينا فيها في الاول حيت دابا الطير شهرين ما سالاش هو ما كينساش كيعقل ولكن لا تبقى تصفر عليه غيبقى يبر خربقت ليا دماغي هذيك المش عسيري لعبين شي سيري فهمتوني الخوش. اذا غنديروا معاه التدريب وراه ما كينساش. اوكي هذه دابا نحاول ندور لكم كاميرا لحقاش كاميرا ما كانتش دايره ممكن تشوفوا هنا الخلا هذا هو اناسي الناس اللي كتعرف اناسي احنا في اناسي 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 اي دخش انا دخش وما دور بلان نحاول ندور كاميرا ماشي مهم الخوت انا دورت كاميرا باش نطلقوا شويه يضيع شويه ها هو الطير ديالنا بابا بابا با. نطلقوا شويه الحمد لله ملي ولا كيطير فرحت كانت تخلع في الليل لعقها شويه فواحد واحد الجناح ديالو هو المهم هو غنحاولوا نطلقوه بقاي ورايا ايا شبانيش في الفيديو هذا هو البلان غنطلقوا دابا الطير ونمتعوكم يا بسم الله عرفتي طلعت واحد الخنشاش من السفلي حتى السانكي راه هي هذيك السانكي غنطلقوا دابا الطير يطير شويه سرح على الشي رجلي وحاشك ونصفروا عليك رجع يلا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله لا هو تجيش تجيش دابا صح باغي يجي هو باغي يجي سير اشي ولا ينسى ندور الكاميرا خوش هلا يلا سير عاوتاني سير عاوتاني صراحة الحمد لله فرحت انني كنطلق الطير يطير وكيرجع يعني من بعد شهرين يلا سير فوالا فوالا واحد القضية الخوش باش تكونوا فاهمين عليها ملي كتبغي تجيب الطير ديالك يدور في واحد البلاصه ضروري اخويا خاصك الطير ديالك تحطو يستكشف المكان يدور ويتسركل والطيران الحر زوين ليه شي سرح رجيلاته وداك الشيء سرح رجيلاته سرح جني وحاشو باش الطير يعرف البلاصه المكان وهذا هو البلان. يعني الصراحه ضروري انك تريني الطير ديالك برا نعاود نطلقو الطوير يسرح جني وحاشو شويه ما فيها باس. اوكي الحمد لله نتوما كما كتشوفوا ما بقاش حتى زغبه حمراء حتى ريشه حمراء من غير واحد جوج موش حاجه خفيفه اما بدل الريش كامل غنطلقوها يلا عشيري سير طير لك واحد شويه سير لا سير طير سير طير سير طير 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 ها نشوفو الخوش كيفاش رجع كيفاش رجع المهم الخوش باش نكونو واضحين
شو دابا البلان، دابا نقدروا نمشيو. دابا حنا درنا لي دابا الطائره الحر، جبناه رينا به شويه، والله ما مسالي قررت ندير هذا الفيديو. ملي ولا طلق شو من القفز وطار شويه، جينا وحو كيتحركوا صافي، عرفت بان الطير خصني نخرجو سرح جني وحاتو باش ما ينساش، باش يبقى حافظ حتى الصفاره. هذا هو البلان. مازال ان شاء الله غيجيو فيديوهات جداد، مازال غيجي بزاف ديال الامور، مازال غادي شحال من حاجه. غادي نحاولوا نطلقوا اخر مره فيها، بس اخر مره نطلقوه. يلا شدوا الصفاره هنا باش نطلقوا. يلا سير. فوالا صراحة. يلا الخوت باش ما نطولوش عليكم، المهم دابا جبناه هنا، مازال غنديروا التحديات. كتبوا لي التحديات ديالكم، غادي ندير هذوك التحديات كاملين اللي غطلبوا مني، ماشي مشكل، يعني التحديات كاملين غادي نديروهم، وغادي نديروا هذاك الشيء اللي بغيتو نتوما، ونرفعوا التحدي. ورحنا ماشي نديروا شي حاجه زعما الطائره الحر، هذا النيفو اللي وصلت ليه الحمد لله، تكون واضحين الخوت، هذا النيفو انا احسن واحد وصل ليه في المغرب. علاش؟ لحقاش في شوف، راه ماشي ضروري كالوبساج ولا نسر ولا عندك بيروش ولا كانا ولا اي حاجه، الطير ديالك كطلقو كيجي عندك، ودرتي معاه التحديات كاملين، الوغ راه وصلتي واحد النيفو زوين. يعني انا الحمد لله اغلبيه اللي كنشوف كيمشي كيدي الخلا. كاين واحد الدري صغير قال لي بلي مشيت للشجره، ما الشجره وسط الغابه، حنا درنا وسط الغابه والشجر في السطح في الزنقه فاش ما بغى بنادم. مرحبا في اطار التحديات، يعني ما كاينش شي حاجه اخرى. يعني هاد البلاناش هادو اللي درناهم الصراحه نيفو زوين، وصلنا ليه، وصلنا نيفو واعر كاع، نقدر نقول نيفو واعر. وانا شنو نقول على راسي احسن واحد في المغرب. علاش؟ حيت مازال ما شفت شي واحد طلق الطير ديالو من الشرجم، وكانت حده، مازال ما شفت حتى شي واحد طلق الطير ديالو من الشرجم. يعني نيفو زوين وصلت ليه الحمد لله، نيفو واعر 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 بزاف الصراحه. كنفتخر براسي انني ضربت شماله ما ضربتهاش في الزيرو، هادشي زوين. ان شاء الله مازال غنديروا طويرات اخرين وصلوا معاهم نيفو زوين، غير مساله الوقت والخدمه والشماره والمشاغل العائليه وديال الدار الخوش. راه اي حاجه شنعطيوها شنعطيوها نصائح، وهذا راه حنا عندنا هذا المرض في الدماغ اننا ما نقدروش نتخلاو على الطويرات. اوكي، حيت الطيور حنا بالنسبه لنا الطيور شي حاجه اللي هي الهربه، فهمتوني الخوش، الطيور شي حاجه اللي هي في الدم الخوش. يعني هذا هو البلان، هانتوما كتشوفوا حنا في اناسي كنسمعك، هذا هو البلان. وبالنسبه اخويا الناس اللي اقول لي تشحصموس، خويا تشحصموس مجرد اشاعه، خليها ضحكنا بها، بغينا نديروا البوز ماشي مشكل. هذا هو البلان اخوان. يلا مرحبا باسئله ديالكم والتحديات ديالكم، يا الله ييسر ليكم، الله يحفظك، سير الطنو.